إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن سرطان الخصية بشكل عام. طبعا تظهر علامات سرطان الخصية عفوا تظهر يعني بشكل عام هذا السرطان في الخصية مباشرة على هيئة ورم في الخصية عند الرجال، وكما يعني يشعر المصاب أو الرجل بألم في هذه المنطقة يمتد إلى الجانب وأيضا يمتد في جانب الظهر، ويزيد الورم والآلام مع مرور الزمن، ولا يكون هناك أسباب مرضية واضحة لتلك الأعراض الموجودة في سرطان الخصية، مما يزيد يعني التوتر والارتباك عند الرجل. وننصح الرجال مباشرة عند الإحساس بأي ورم في هذه المنطقة بالاستشارة الطبيب مباشرة ومعالجته مباشرة، وإذا تم يعني تشخيص الحالة على أنها غير سرطانية ننصح المريض باستشارة خبراء أكثر من خبير في هذا المجال للتأكد من نوعية السرطان وأخذ عينة، سوى أخذ يعني عينة بالجراحة أو عن طريق الإبرة أو أي نوع من أنواع العينات يتم فحصها مخبريا وتحديد نوع السرطان بالتحديد ليتم يعني تلقي العلاج المناسب لهذه الحالة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.